موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمكث غير بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال الشيخ السعد رحمه الله: قوله تعالى عن الهدهد: فمكث غير بعيد أي ثم جاء. وهذا يدل على هيبة جنوده منه وشدة اثمارهم لأمره، حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنا كثيرا. فقال لسليمان: أحط بما لم تحط به، أي عندي من العلم علم ما أحط به على علمك الواسع علو درجتك فيه. وجئتك من سبأ، وهي القبيلة المعروفة في اليمن، بنبأ يقين، خبر متيقن. ثم فسر هذا النبأ فقال: إني وجدت امرأة تملكهم، أي تملك قبيلة سبأ، وهي امرأة، وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون وقلاع ونحو ذلك، ولها عرش عظيم، أي كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل. وعظم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أي هم مشركون يعبدون الشمس. وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي فرأوا ما هم عليه هو الحق فهم لا يهتدون، لأن الذي يرى أن الذي عليه حق لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته. ثم قال: ألا يسجدوا لله، أي هل لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور، ويخرج خبأ الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات، ويخرج خبأ الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو، أي لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب إلا له، لأنه المألوه لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. رب العرش العظيم، والعرش سقف المخلوقات، وسع الأرض والسماوات، فهذا الملك، هذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن، هو الذي يذل له ويخضع له ويسجد له ويركع. يقول: فسلم الهدهد حين ألقى إليه، سلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم، وتعجب سليمان كيف خفي عليه، وقال مثنيا لكمال عقله ورزانته وقال مثبتا لكمال عقله ورزانته: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، يعني وسيأتي نصه، فألقه إليهم ثم تول عنهم، أي استأخر غير بعيد، فانظر ماذا يرجعون، أي ماذا يرجعون إليك ويتراجعون به، كما سيأتي بإذن الله تعالى في الآيات القادمة. في هذه الآيات فوائد بيان ما أنعم الله عز وجل على نبيه سليمان عليه السلام، كما رأينا سخر له من الجنود ما لم يسخر لغيره. وفيها أيضا أن بعض أو أن من هو أقل من العلم والقدر والمكان والمنزلة قد ينتفع به الإنسان، وقد يأتيه بأمر لا يعلمه، وهذا لا يقدح في الإنسان، وعلى الإنسان أن يتواضع وأن يتعلم.
يتعلم وألا يستكبر عن أن يتعلم ممن هو دونه وأن ينتفع به، فهذا طائر ومع ذلك أتى لسليمان بهذه المعلومة فانتفع بها وقبلها ولم يعنفه ولم يرد عليه ما أتى به، وإنما أراد أن يستثبت. وفيها أيضا بيان خطر الشرك وأن الشيطان يزين الشرك لأهله ويجمله في عيونهم، وبالتالي يرضون بما هم عليه فيصدهم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي قوله إني وجدت امرأة تملكهم، لا يصح للمرأة تولي الولاية العظمى، وبعض العلماء كذلك يذهب إلى أنها لا تتولى القضاء لأن القاضي له صفات معينة لا تتوفر في المرأة. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما عند البخاري. وفي قول الهدهد هل ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. التعريف بالرب سبحانه بذكر بعض أسمائه وأوصافه وأفعاله، فمن أراد أن يحقق العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى فليحسن التعرف على الرب المعبود بأسمائه وصفاته وذكر نعمه وآلائه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.